الرئيس السيسي يؤكد الموقف الثابت تجاه أمن الخليج باعتباره جزءا لا يتجزأ من أمن مصر القومي. 4 قتلى في تفريق لتظاهرات في البصرة، والجيش العراقي يحذر من عناصر مندسة. بن سلمان يستقبل المبعوث الأممي لليمن ويؤكد أن اتفاق الرياض خطوة لتسوية الأزمة اليمنية. السابعة صباحا، الخامسة بتوقيت غرينتش، موجز إخباري يأتيكم من القاهرة، أهلا بكم. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي ملك البحرين حمد بن عيسى الخليفة، وصرح المتحدث باسم رئاسة جمهورية السفير بسام راضي بأن الرئيس السيسي قد أكد على المكانة العزيزة والتي تحظى بها البحرين لدى الشعب المصري، كما شدد الرئيس السيسي أيضا على موقف مصر الثابت تجاه أمن منطقة الخليج العربي باعتباره جزءا لا يتجزأ من أمن مصر القومي. أكد مسؤولون محليون في محافظة البصرة مقتل 4 متظاهرين وإصابة العشرات في تفريق احتجاجات في محيط مجلس المحافظة، ونقل التلفزيون الرسمي عن مسؤولين في الجيش تحذيرهم من عناصر مندسة في تظاهرات البصرة. وفي وقت سابق فرقت القوات الأمنية تظاهرات في شارع الرشيد التاريخي في بغداد بعد أن سيطر المتظاهرون على 5 قصور مؤدية إلى المنطقة الخضراء. أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان حرص المملكة على كل ما يحقق مصلحة الشعب اليمني وأمن واستقرار اليمن. وخلال استقباله المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث، أعرب الأمير محمد بن سلمان عن أمله في أن يكون اتفاق الرياض بداية لتفاهمات أوسع بين أبناء الشعب اليمني للتوصل إلى حل سياسي شامل ينهي الأزمة اليمنية. من جانبه ثمن جريفيث توقيع اتفاق الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي. ارتفعت حصيلة الزلزال الذي ضرب شمال غرب إيران في الساعات الأولى من صباح اليوم لتصل إلى 5 قتلى وأكثر من 120 مصابا. وذكر مركز رصد الزلزال الأوروبي المتوسطي أن زلزالا قوته 5.9 درجة على مقياس ريختر قد ضرب جنوب شرق مدينة تبريز. رفض وزيرا خارجية الولايات المتحدة وألمانيا ما ذهب إليه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من أن حلف شمال الأطلسي في حالة موت إكلينيكي. وفي مؤتمر صحفي في ألمانيا قال بومبيو أن حلف شمال الأطلسي لا يزال حاسما، واصفا إياه بأنه أحد أهم الشراكات الاستراتيجية طوال التاريخ. تنطلق اليوم منافسات بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 عاما والتي تستضيفها مصر حتى 22 من نوفمبر الجاري، ويستضيف ساد القاهرة مباراة الافتتاح بين منتخب مصر الأولمبي ونظيره المالي ضمن منافسات المجموعة الأولى والتي تضم أيضا الكاميرون وغانا. هذا وكشفت اللجنة المنظمة عن تميمة البطولة والتي تحمل اسم تحوت هو إله الحكمة عند الفراعنة قديما. مزيد من الأخبار تابعوا دائما موقعنا الإخباري actionnews.tv. إلى اللقاء.